شايف فريق الدحيل قد ايه قوي، قد ايه فريق مواجهته في افتتاح مونديال الأندية صعب. هو اكيد كونك ان انت بتوصل لكاس عالم الانديه فانت اكيد كفريق قوي، زي ما بنتكلم عن النادي الاهلي ان هو عنده مفاتيح لعب وعندهم طبعا كابتن بدر بانون، خطوط قويه ان انت تقدر تهاجم بيها. اكيد فريق الدحيل برضه عنده من مفاتيح اللعب الكتير جدا، فريق قوي ان هو يوصل لكاس عالم الانديه، فهو عنده لعيبه عندها من الخبرات والقدرات ان هي تقدر تتماشى مع حتى تبقى ند قوي للنادي الاهلي. فاتمنى ان كل اللعيبه تبقى في حالتها، وخصوصا في المباريات الكبيرة اللي زي دي. أنا بقول دايما على طول إن مهم جدا اللعيب هو حالته يوم المباراة، مهم جدا إن اللعيبة تبقى في أحسن حالاتها يوم المباراة. كابتن أحمد، بمناسبة وولتر بواليا وإن أنت عشت الأجواء دي، وإن هي أجواء يعني لو هنرجع تاني للحتة الفنية، بس عشان أنت عشت الأجواء دي طبعا وبيبقى في ضغط شوية على اللعيبة، بس في نفس الوقت بيبقى في إحساس بالفخر إن أنت بتشرف الكرة المصرية والإفريقية، أنت دلوقتي ممثل أفريقيا والكرة العربية مع نادي الدحيل. وولتر بواليا يمكن الفترة اللي فاتت كان عليه شوية ضغط، أو أنت بقى قولي كلاعب كورة يعني تفسرها إزاي؟ شايف إنه وولتر بواليا إيه اللي مطالب منه أو المفروض منه الفترة اللي جاية؟ بص، ما تقدريش تقولي عليه ضغط بنسبة 100% لأن أنت بتلعبي برضه بدون جماهير، وخصوصًا إن اللعب في النادي الأهلي هو مسؤولية كبيرة، إن أنت بتحمل اسم النادي الأهلي أو بتمثل النادي الأهلي أو بتلبس تيشيرت النادي الأهلي. وفي ناس كتير تقول لك تيشيرت النادي الأهلي هو تيشيرت تقيل، لأن هو عليه مسؤولية كبيرة جدا، عليه تحقيق المكسب دايما، عليه تحقيق البطولة، فهو بيشوف دوت من مجلس إدارة النادي الأهلي، بيشوفه من الجهاز الفني، بيشوفه من الكابتن سيد عبد الحفيظ، في على طول النادي الأهلي بيلعب على الأول. فده دي بتسبب ضغوط أكيد على اللعيبة، وخصوصا إن هو جاي من نادي الجونة ما كانش عليه الضغوط، لكن إن هو يبقى موجود داخل النادي الأهلي أكيد ده اللي هيساعده فيه اللعيبة، اللعيبة إن هم يدخلوه في وسطهم بسرعه. وزي ما بقول لحضرتك يعني اللي بيعدي من قدام سور النادي الاهلي بياخد بطوله، يمكن يعني هو لسه جاي النادي الاهلي وفي مباراه او مباراتين وصل كاس عالم الانديه، فدي ميزه النادي الاهلي. وانا شايف ان هو من مباراه لمباراه بيتحسن، يعني وولتر بواليا من مباراه لمباراه بيتحسن، واتمنى اللعيبه تقدر تساعده ان هم يخشوا وسطهم بشكل جيد.